نظمت أكاديمية الشرطة 4 دورات تدريبية بالتنسيق مع الجانبين الأمريكي والفرنسي لطالبات كلية الشرطة في مجال فحص وثائق السفر وكشف المزور منها. يأتي ذلك في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز قدراتهن في هذا المجال. في إطار تعزيز قدرات طالبات كلية الشرطة الفنية وتأهيلهن للعمل الميداني خاصة في مجال فحص وثائق السفر وكشف المزور منها والاستفادة من الخبرات الأجنبية والدولية في هذا المجال، نظمت أكاديمية الشرطة 4 دورات تدريبية بالتنسيق مع الجانبين الأمريكي والفرنسي لطالبات كلية الشرطة. Parce qu'ils n'avaient que du matériel qu'ils pouvaient utiliser, des imprimantes, des très grosses, dans c'était de l'industrie, hein, des imprimeries traditionnelles pour réaliser des faux documents. C'est ce qui explique finalement l'augmentation de ce phénomène de fraude documentaire, de fraude dans l'identité. Good one. That's false. It's not the same. This one doesn't exist. على مدار أيام الدورات الأربعة قام الخبراء من الجانبين الفرنسي والأمريكي بتعريف المتدربات بمختلف أنواع جوازات السفر وإطلاعهن على أحدث الوسائل المستخدمة لتأمينها وكشف أساليب التزوير المستحدثة، فضلاً عن تدريبهن على كيفية فحص وثائق السفر والتحقق من صحتها بما يؤهلهم للعمل الميداني في المجالات ذات الصلة عقب التحاقهن بالعمل الأمني مستقبلا. Il y a des gens qui ouvrent des comptes bancaires avec des faux documents, des fausses fiches de salaire, qui alimentent ces comptes, qui demandent des crédits et qui disparaissent dans la nature comme ça au bout d'un certain. وقد أشاد الخبراء بنشاط الطالبات واستيعابهن لبرامج الدورات التدريبية والذي ينعكس على تعزيز قدراتهن على العمل في هذا المجال الحيوي الذي يعنى بمكافحة إحدى الجرائم غير النمطية التي تتطور مع تطور التكنولوجيا. وتأتي هذه الدورات التدريبية والبرامج التعليمية والتدريبية المتطورة التي تخللتها في إطار الحرص على الارتقاء بالبرامج التدريبية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة والانفتاح على كل ما هو جديد في مجال العمل الأمني والاستفادة من الخبرات الأمنية الدولية لصقل مهاراتهم الأمنية ليتمكنوا من أداء رسالتهم الأمنية مستقبلاً بكفاءة وفاعلية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.